بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، حضرتنا اليوم إن شاء الله حتكون عن production of industrial enzyme، الإنزيمات اللي إحنا حكينا عليها في البداية وعملنا لها genetic engineering، سواء كانت في الـ animal tissue أو الـ vegetable vegetative matter أو حتى في الميكروب، إذا نحصل عليها من الأوساط، إذا كانت الإنزيمات موجودة في أنسجة حيوانية أو في أنسجة نباتية بيتم طحنها، بيتم استخلاصها، بعدها بيتم عليها عملية filtration فلترة وتركيز concentration وتنقيح purification، بعدها drying تجفيف، والإنزيم بعدها بكون إيش جاهز للاستعمال في الصناعة. إذا كان الميكروب أصله جاي من عملية ميكروبات، في ميكروبات نتيجة الفلتريشن، الميكروبات بتحتوي على الأنزيمات سواء انتراسيلولار أو اكستراسيلولار، فإذا كان اكستراسيلولار فهو سهل جدا، بندخل مباشرة على الخطوة هذه، أما إذا كان انتراسيلولار بنعمل ديسربشن زي يشابه لعمليات الجريدينج. بداية حتى نفهم كيف إحنا بنستعمل الأجهزة، نستعمل الإنزيم في الصناعة. The use of enzyme in food application has been around for centuries. في عدة قرون موجود الاستعمالات. Some first example where they use naturally occurring enzyme in source substrate such as alpha amylase. فمن الأنزيمات اللي استعملت في البداية اللي هي إنزيم الألفا أميليز that are naturally present in grains في الحبوب used for brewing في التخمير في صناعة الخمور وصناعة النبيذ. Enzymes were also extracted from both animal and plant sources. الإنزيمات موجودة أو نستخلصها سواء كان من مصدر نباتي أو من مصدر حيواني. They used microbially produced enzyme where the enzymes were the natural product of the microbial culture. الميكروبات كانت أسهل وأرخص في صناعة الإنزيمات أو استخلاص الإنزيمات، لأنه إحنا بنعرف الميكروبات بنقدر ننميها بسرعة وبالتالي في وقت قصير، بتحتاجش كميات كبيرة، وبالتالي اللي اعتمدت الصناعات على استخدام الميكروبات في صناعة الإنزيمات. Today most enzymes are still produced microbially. However, many enzymes are no longer native enzyme but engineered version. الإنزيمات اللي بنحنا نستعملها في عهدنا الحاضر أو في الصناعات الغذائية هي مصدرها الميكروبات، لأن الميكروبات عملنا عليها تعديل جيني بواسطة الجينيتك انجينيرينج. البروتين انجينيرينج allow the properties of enzyme to be optimized for its specific use. Many applications today are only possible by use of these special products. الإنزيمات اللي إحنا بنحصل عليها موجودة في الصناعة هي إنزيمات إلها خواص محددة، وهذه الإنزيمات إلها optimized for specific use، إلها عمل خاص. Applications research and protein engineering كلنا بنعرف modern industrial biotechnology is highly integrated not and not just in production process. Enzyme molecule itself play a role in its own manufactures and thus developed of the production process is integrated with development of molecule. طبعا الانزيمات استخلاصها حصل عليه عهد تطور كبير جدا، والانزيمات هذه قدرنا احنا نعملها genetic engineering ونحصل على انزيمات بكفاءة عالية. Typical example are properties like thermostability، يعني الأنزيمات لها محافظة على بتقدر تعمل في درجات حرارة عالية أو في pH عالي أو stability أو and pH profile. Ionic strength requirement، الأنزيمات بدها اللي هو الأيونات معينة للعمل. كمان أنزيمات لها عمل اللي هي protease resistant، بمقاومة لإنزيم البروتييز، inhibitor sensitivity and substrate or product specificity. الإنزيمات هذه كلياتها لها الخواص وقدرنا إحنا نحصل عليها. One example of a new food enzyme would be
and alpha amylase. الالفا amylase يستعمل في البريد دوغ modification تعديلاتها. It needs certain of an endo and exo activity. نحن نعرف الانزيمات وما تعمل على substrate من بداية، وهذا بنسميها exo من الأطراف أو endo من داخل substrate. Activity on the vertical starch or in the flower. Too much exo activity and especially metallogenic activity result in poor dog quality. إذا إحنا نصنع مثلا اللي هو الكعك هذا واستعملنا الألفا أميليز، والأميليز هذا طبعا إحنا محضرينه مخصوص لتحسين عملية إنتاج الكعك دوغ، وبالتالي الأنزيم الألفا أميليز لازم يكون في نوع من توازن بين إندو أند إكزو أكتيفيتي، النشاط سواء كان داخل أو خارج للسبستريت. فإذا كان في عنا إكزو أكتيفيتي بشكل أكبر نحصل على نوعية من الكعك سيئة طبعا، ولكن هذا عشان لهذا السبب احنا نكون احنا مصممين الانزيمات تعمل بشكل متوازن بين اندو اند اكزو اكتيفيتي. طبعا احنا عشان نحصل على انزيمات بنحاول احنا نطور بعض العناصر الجديدة او العينات الجديدة من الميكروبات تكون لها مواصفات خاصة strain development. The majority of industrial produced food enzymes are manufactured using microorganisms. وإحنا عارفين هذه the two main ones اللي هو bacillus species اللي هي من أشهر الأشياء أو من أشهر الميكروبات اللي إحنا بنستعملها هي bacillus and filamentous fungi أو نوع من الفطريات اللي هي الأخرى. These hosts are perfect due to the following growth. ليش احنا بنستعملهم او ليش احنا بنخصص انه هذه الباسيلاس سبيشيز ليش احنا بنستعملها بكثره؟ They are good secretors. هي المواد هذه او هذه الفانجي تقدر تعمل اللي هو فرز الانزيمات. A secret enzyme will be easier to remove from growth. And then intracellular enzyme. احنا حكينا من البداية انه الانزيمات ممكن تكون داخل الخلايا او تفرزها الكائنات هذه خارج الخلايا، وبالتالي اذا كانت خارج الخلايا زي ما في الحالة هذه extracellular، وبالتالي ايش؟ وبالتالي اللي هي تفرزها، وبالتالي احنا بنحصل على الانزيمات وبننقيها وبنستعملها بتكون ايش؟ بتكون اسهل. They are recognized as safe host. وبالتالي طبعا هذه لو كان بعضها موجود في اللي هو الميديا او موجود في هذه بيكون ايش؟ آمنة، وهي ايضا سيف هوست للانزيم نفسه. باي ريجولاتوري اوثوريتيز they can genetically manipulated، يعني احنا ممكن نتلاعب في جيناتها بسهولة. and they can be activated in fermenter to reach a higher بيوماس كونسنتريشن، وبتدينا كميات من الانزيمات وبسرعه. هذه الاسباب بتخلي السترينز هذه اللي هي سواء كان في الاشياء هذه كلها سواء كانت في الباسيلاس او في الفلمنتاس فانجي. طبعا هنا احنا ذكرنا في المحاضره الماضيه او درسناها وجاهيا حتى اللي هي جي ام او فيرسس نون جي ام او اللي هي المعدله وراثيا والغير المعدله وراثيا. The main advantages of using non-GMO for food enzyme production is their larger acceptance by consumer. يعني احنا نستعمل معدل الغير معدل وراثيا الناس بتفضلها اكثر من اللي معدل وراثيا. On the other hand, GMOs offer numerous advantages. في لها ميزات عديدة both the customer and producer. وبالتالي الجي ام المعدل وراثيا هي ممتازة للمستهلك وممتازة أيضا للي بيصنع الأنزيمات هذه وبيستعملها في الصناعات الغذائية. An enzyme produced by recombinant organism is generally cheaper. للميكروبات اللي بتتعدل وراثيا لأهداف معينة هي طبعا رخيصة مقارنة بالأنزيمات اللي بتنتج بواسطة الميكروبات الغير معدلة وراثيا. Because they can typically be expressed at higher level compared to non-GMOs.
The final product also tend to have higher purity as GMO. طبعا المنتجات الانزيمات اللي بتفرزها المعدلة وراثيا الميكروبات المعدلة وراثيا هي ارجينالز اوفر اكسبريست، وبالتالي كميتها كبيرة وعالية النقاوة. ذا لا تارجت انزيم بير توتال باك جراوند هوست بروتين برودكشن ليبلينج از ريجوليتد باي في فود اند دراج ادمنستريشن اف دي اي. هذه كلنا بنعرف عنها وبنسمع عنها في الايام هذه، ايضا هي موجودة في الولايات الامريكية، والاف دي اي هي منظمة تعني بالغذاء والدواء وتعديله، اللي اذا سمحت المنظمة هذه باستعمال دواء معين زي ما احنا نشوف اليوم في عهد الكورونا، معناته الدواء هذا صار صالح للاستعمال الان by European Union in Europe. في الاتحاد الأوروبي. Example: construction of bacillus subtilis production host. In order for an enzyme to be produced by host organism, the gene coding for enzyme of interest has to be introduced in host together with DNA structure allowed transcription, translation and secretion. وبالتالي إحنا لازم يكون عندنا، عشان إحنا بدنا إنزيم ننتج انزيم لازم نكون احنا عارفين الجين تبعه، هو الجين انترست، والجين انترست لازم يكون موجود على دي ان اي. الدي ان اي هذا فيه البروموتر وفيه الترمينيتر حتى نحصل على انتاج للدينا. Typical structure and expression cascade for enzyme production by microorganism RPS اللي هي ribosomal binding site. الاس اس هي signal sequences، الجين اكس اللي هي encode for enzyme interest، وبالتالي هذه المناطق كلياتها في الدي ان اي لازم تكون محدده. واحنا في الجينيتك انجينيرنج احنا نضيف الجين او نغرس الجين في المنطقه هذه اللي هي بين البروموتر وبين التيرمينيتر حتى تصير عمليه اللي هو ترانسكريبشن للجين، بعدها عمليه اللي هي ترجمه ترانسليشن، بعدها secretion وإنتاج اللي هي الإنزيم. Goals of genetic engineering. Genetic engineering usually has an its own first goal improvement of targeted enzyme production. هذا هو الهدف الأول من الجينيتك engineering، نحن نحصل على إنزيم، الإنزيم هذا نعدله نكون إيش ونكون بكميات كبيرة. It also can use to remove side activity. تخلص من اللي هو التفاعلات الجانبية زي ايه زي البروتييزز. البروتييزز كان ديجريد ذا تارجت انزيم، الانزيمات البروتييزز هذه هي ممكن تؤدي الى انه الانزيم اللي احنا بدنا نعمله بدنا ننتجه ممكن يكون مستهدف. اور دي ار التر ذا اورجانوليبتيك كواليتيز، صفات اللي هي الحسية ان فود product in which enzyme is applied. في نشوف في التابل هذه اللي هو present different targets of effect expect from their engineering. وبالتالي في عنا target وفي عنا اللي هي expected effect from engineering. إذا عدلنا على البروموتر احنا نقول stronger promoter will provide more messenger RNA. إذا عدلنا على الـ signal sequence modification in signal sequence كان proof secretion إنتاج الإنزيمات. إذا عدلنا واخترنا اللي هو الجين الصح جين product protein engineering can result in an enzyme more efficient in its application، يكون خاص وفعال في الـ food application host. الهوست deletion side activity improvement of physical or metabolism. إذا كان الهوست اللي حطينا فيه الإنزيم حطينا فيه الجين بيكون إيش إنتاج أحسن. Food enzyme production in omic era، في عهد إنتاج الإنزيمات في عهد اللي هي الأوميك era. قبل ما نبدأ في الصفات هذه وفي الأشياء دي، أوميك معناته أوميك جاية من كون فريز refer to a field study in biology، في يعني طبعا هذا علم موجود واستخدموه جديد في العلوم اللي هي لأن أوميك هي suffix such as genomic, proteomic and metabolomic
بوليكس، اللي هي هذه كلها بنلاحظ في آخر العلوم هذه اللي هي أوميكس، فصارت عندنا عهد ما يسمى بالأوميكس، لأنه الدراسات والعلوم والأشياء هذه كلها هيتها في إلها في نهايتها، زي جينوميك عالم الجينات. احنا بنعرف كمان اللي هي a significant revolution in biology in last decade، في العهد الأخير، is marked by arrival of genomics era، في عهد أوميك. These methods include rapid sequencing of whole genome، اللي هي احنا حتى الآن يعني في سواء كان على الميكروبات أو حتى الإنسان، واحنا بنعرف الإنسان قدر يعرف كل الجينات الخاصة به، عشان هيك بنسميه whole genomic. Monitoring of messenger RNA expression، تعديل أو التحكم في عمليات اللي هو استنساخ أو عمليات تفسير المسنجر RNA. Analytical protein measurement especially mass spectroscopy spectrometry and small molecule identification and quantification. طبعا هذا العلوم كلها درست المسنجر RNA والبروتينات والمركبات الصغيرة، وبالتالي these have resulted in new field، مجال علوم جديد بنسميه genomics أو transcriptomic أو proteomic and metabolics. Availability of these data has resulted in a great understanding of the host as a whole, which lead even safer production system and enzyme product. طبعا الانتاجات صارت سليمة وسهلة، وبالتالي تفهمنا لعمليات الانتاج وعمليات تفسير الجينات صارت ايش اسهل، بما انه احنا عرفنا الجينات. Microbial fermentation، بالنسبة لتخمير الميكروبات او انتاج الميكروبات، the fermentation operation is the step at which enzyme is produced. احنا وين بدنا ننتج الانزيمات؟ ولو فرضنا احنا بدنا ناخد ميكروب، والميكروب هذا بدنا ننتج منه الانزيمات، فبيحتاج في الحالة هذه اللي هو لا فيرمنتر، مادة او مكان ننمي فيه البكتيريا وننتج منه الانزيمات. مايكروبيال كلتشر is the biocatalyst used to generate the enzyme. طبعا هي الميكروبات هي اللي بتنتج لنا الانزيمات، وبالتالي احنا لازم نكثر من اعداد الميكروبات. This culture must first be propagated to generate sufficient catalyst. لازم احنا نحفز الميكروبات لانتاج كميات اكبر بالانزيمات. Enzyme is then produced. Sometime is conjugated with microbial culture growth. At the other time in different phase with microbial growth mass. طبعا احنا slowed or even stop. الكلتشر هذا المستعمل للميكروبات لازم يكون محفز لها لانتاج الانزيم. كلتشر مينتيننس اند ستورج، طب احنا كنا نحافظ على الميديا هذه او على المواد اللي تنتج او تحفز انتاج تكاثر البكتيريا في الميت كلتشر هذه. The most common method of culture storage is in a frozen state، في حالة تجميد كامل. بكتيريا الكلتشر، طبعا احنا البكتيريا الكلتشر بنكون حضرناها في المعامل، البكتيريا اللي بنكون حضرناها في المعامل حتى نحافظ عليها بكمياتها ونقدر نخزنها. احسن شيء لتخزين الميكروبات انه احنا نجمد الميكروبات هذه. بكتيريا الكلتشر are typically grown under optimal condition، احنا بنعرف ان البكتيريا ممكن تنمو بسرعة وبشكل اللي هو سريع إذا كانت اللي هي الميكروبات هذه فيها اللي هو حافظ على الأوبتيمال كونديشن، يعني المواصفات أو الظروف المناسبة لنمو البكتيريا. كرايو بريزيرفاتيفز ايجنت، ممكن احنا نضيف عليها اللي هو مواد حافظة تحافظ على الميكروبات. الايجنت such as glycerol أو dimethyl sulfoxide is added and suspension dispensed into individual vial before a quick frozen into in dry ice. واحنا بنعرف انه الثلج الجاف اللي هو درجات حرارته منخفضة جدا، وبالتالي بنحافظ على الكلتشر هذا في بكون مخزن.
ميكانيكالي في فريزرز، أو العمليات اللي هي المجمدات زي درجة حرارة ناقص 20 درجة أو حتى 70 درجة مئوية، are typically used but for short term storage. For longer term storage, liquid nitrogen freezer. إذا ممكن نستعمل الليكويد نيتروجين لتجميد البكتيريا هذه واستعمالها وقت الحاجة، where there while are held in vapor phase and variable such procedure allows for high viability and maintenance of phenotype even when stored for years. ممكن الميكروبات هذه أو الكلتشر هذه نستعملها إحنا ونخزنها لعدة سنوات، وخصوصا لما نستعمل إحنا إيش الليكويد نيتروجين طبعا درجة حرارة حوالي أكثر من ناقص 165 درجة مئوية تحت الصفر. طبعا إحنا الميكروبات اللي إحنا جمدناها وإحنا اللي حفظناها لعدة سنوات، الآن إذا إحنا بدنا نستعملها فبالتالي بدنا نحطها في مكان اللي تقدر تتكاثر فيه البكتيريا هذه، فهذه بنسميها إحنا السيد بريباريشن. Most industrial enzyme fermentations are carried out in vessels في وعاء. الوعاء هذا كبير جدا، حجمه حوالي من 30 متر مكعب، يعني زي ما انتم شايفين في الصورة خزان كبير. الخزان الكبير هذا ممكن يكون فيه 30 متر مكعب، يستوعب على 30 متر مكعب أو حتى 30 متر مكعب. This piece of wood is typically one of the most expensive in the production plant. في خطة الإنتاج للميكروبات أو للأنزيمات، الميكروبات اللي بدنا إحنا ننميها حتى تنتج لنا الأنزيمات بنحطها في اللي هو الوعاء الكبير هذا، التانك الكبير هذا، وهذا من أغلى اللي هو المعدات اللي بتستعمل لإنتاج الأنزيمات. To optimize use the production fermenter بنسميه fermenter seed vessels are used in order to reduce the time. طبعا a requirement for a growth in large fermenter. Condition in seed fermenter optimized for fast and efficient growth. طبعا هذه اللي ناقصة زي ما انتم شايفين الأجهزة هذه بتكون عاملة أو مزودة بالأجهزة، مزودة بالأنابيب حتى وبالخلاط حتى نقدر ننتج كميات كبيرة ونقية من الميكروب اللي احنا بنخزنه أو احنا بنكبر فيها. Production fermentation. Production fermentation أول شيء الاسترلايزيشن. One of the unique and essential feature for fermentation operation is the need of sterilization. يعني احنا اذا بدنا ننتج الانزيم من الميكروبات هذه، اللي المكان هذا او التانك اللي احنا زي ما قبل شوي حكينا عليه لازم يكون معقم. Microorganisms are ubiquitous environment present in air, soil and water. طبعا كل الظروف المهيئة لعملية اللي هي التعقيم لازم يكون التانك اللي احنا بنحط فيه البكتيريا او الكلتشر هذا معقم، مزود بالماء، مزود بالهواء، ومزود بالماء، ومزود بالغذاء الخاص بالميكروبات. The desire is to produce a single microbe catalyst in order to produce enzyme. In order to achieve this goal, the old microorganism need to be killed or removed from the البروسيس. طبعا احنا الميكروبات احنا كان نكثر ميكروب معين، مش لازم يكون في ميكروبات اخرى، وبالتالي عملية sterilization ضرورية جدا، وبالتالي احنا بنحافظ على نوع واحد من الميكروبات في داخل التانك هذا اللي حكينا عليه او الـ المكان اللي احنا بدنا ننتج فيه الانزيم. This typically achieved by either heat in activation or filtration، وبالتالي احنا ممكن بعملية التسخين او عملية الفلتريشن نتخلص من الانزيم. Heat sterilization can achieve through air اللي هو high temperature، ممكن نتخلص من الميكروبات بواسطة استخدام اللي هو الدرجات العالية اكثر من 150 درجة مئوية، او with short contact time اللي هو 3 إلى 5 دقائق in continuous operation or او low temperature اللي هي حوالي 120 درجة مئوية with large content 30 إلى 60 دقيقة. لاحظوا أن الحرارة إذا كانت عالية إحنا قللنا الوقت، وإذا كانت الحرارة منخفضة إحنا كترنا إيش اللي هو الوقت.
طيب الماس and heat transfer most industrial fermentation are aerobic processes وبالتالي الإنتاج للميكروبات هذه تنمية الميكروبات بنحتاج اللي هو للأكسجين في عملية الإنتاج عشان هيك بنسميها aerobic process that is require oxygen as electron acceptor to supply energy to culture. This oxygen requirement result in two specific issues for fermentation equipment اللي هو oxygen mass transfer. احنا بنحتاج تزويد الفيرمنتر بكميات كبيرة من الأكسجين طبعا and heat removal. طبعا إنتاج العمليات بتنتج عنها طاقة، الطاقة لازم يكون فيها إيش اللي هي الحرارة لازم نتخلص منها. زي ما انتم شايفين هذا نوع من الفيرمنتر اللي هو industrial fermenter، هنا multiple feed port for additional order of nutrient and pH control. الفتحة هذه بتكون مخصصة لتزويد الفيرمنتر بالمواد الغذائية الخاصة بالميكروب اللي بده ينتج لنا في النهاية انزيم. في راديال flow implants for gas transfer and axial flow implant for bulk mixing. شايفين في شفرات، يعني شفرات عليها ميكسر، الميكسر لتحريك الميديا بشكل عام، من هنا بيدخل الهواء للفيرمنتر. طبعا على الجانب إذا كانت الفيرمنتيشن بيحصل فيها عملية إنتاج طاقة أو حرارة بنحتاج لكولينج ثرو جاكيتس أند إنترال بايب، زي ما احنا شايفين هنا فيها لعملية تبريد الفيرمنتر لو صارت في كميات حرارة. كاتاليست جروث. The first stage of production fermenter is very similar to the condition that seed tank. Microbial catalysts need to be multiplied in order to have sufficient concentration for maximal enzyme production later in fermentation. وبالتالي الميكروبيال كاتاليست need to be multiplied in order to have sufficient. طبعا احنا بنكثر الميكروبات حتى تنتج لنا كميات اكبر من الانزيمات. Fast specific growth rate is desired in order to maximize the production of protein production machinery with the microorganism. Number of ribosomes, the key organelle responsible for operation of production or protein production, is increased at high growth. Enzyme production growth versus non-growth associated. Some enzymes are best produced while the culture is actively growing and faster growth result in fast enzyme production. كل ما كان عمليات إنتاج الأنزيمات المواد موجودة متوفرة أكثر بكون الإنتاج للأنزيم أكثر. This called the growth associated enzyme production. Metabolic enzymes are example of protein that are typically growth associated. وبالتالي اللي هي المواد الميتابولايت الناتجة عن تحطيم الأنزيمات بتكون في الحالة هذه. Many hydrolytic enzymes are typically produced as a secondary metabolites. Secondary اللي هي ثانوية، مواد ثانوية. Such products are produced during slow specific growth rate or even under non-growth condition. This is called non-growth اللي هي associated production. بمعنى أصح في عنا احنا ما يعرف بالباتش versus feed batch versus continuous. وبالتالي في عندي ثلاث انواع من الفيرمنتر اللي هي بنسميه باتش، بنسميه الثاني اللي هو feed batch، والتالي اللي هو continuous activations. في الحالات هذه الثلاثة اللي انتم شايفينها هي عبارة عن فيرمنتر، ولكن هنا في عنا اختلاف لازم نحن نكون فاهمه. فور جروث اسوشيشن انزيم احنا بنستعمل اللي هو الباتش. الباتش يعني في عنا فيرمنتر، الفيرمنتر هذا فيه كمية سوائل اللي هي الفوليوم كونستانت، ما بيدخل عليه شيء ولا بيخرج منه اي شيء. اما اللي هو النوع الثاني اللي هي الفيد باتش فيرمنتر، وهذا ضروري لفور نون جروث اسوشيتد برودكشن. في عنا هنا اللي هو الفوليوم زي ما انتم ملاحظين، حجم السوائل والماء اللي موجود في الفيرمنتر هو غير ثابت،
وبالتالي في عندي أنا اللي هو حاجة اسمها انلت يدخلها أشياء، ولكن الحجم بيضلوا إيش، بيضلوا ثابت. أما الكونتينوس كالتيفيشن اللي هي الإنتاج، فيها أنا عندي كمان الفوليوم الثابت، ولكن في عندي أشياء بتدخل على الفرمنتر وفي أشياء بتخرج من الفرمنتر. فهذه الفروقات هي ثلاثة في الثلاث أنواع من الفرمنتيشن من التانك هذا الموجود، اللي هذا فور فور growth associated enzyme production. هذه في non growth and is also well suited for growth associated enzyme production. أيضا الاختلاف اللي بينهم، هنا الحجم ثابت، هنا الحجم غير ثابت، هنا الحجم ثابت. الفرق هنا في أشياء بتدخل، في أشياء بتخرج، هنا في أشياء بتدخل والحجم بالتالي غير ثابت، بيكبر الحجم. هنا في عندي اللي هو في الفرمنتر هذا، في عندي أشياء بتدخل، الأشياء اللي بتدخل هي زي المواد الغذائية أو والماء إلى آخره، واللي بيخرج اللي هي المنتجات الأخرى. وبالتالي في عندي ثلاث أنواع من الفرمنتيشن أو الفرمنتر اللي موجود. في عندي حاجة اسمها داون ستريم بروسيسنج، اللي هو بريدجينج ذا جاب. فرمنتيشن بروت إز نوت إيتيت فور سيل، يعني بمعنى أصح الميد أو الكلتشر هذا اللي احنا استعمله لا يستعمل كبرودكت. It contains live microlish لأنه بتستعمل فيها ميكروبات حية، and ribosomal أو recombinant DNA because high water content in the broth and presence of proteases and peptidases enzyme. وبالتالي لا يعمل collectively manufacturing process used to refine the enzyme product are preferred. وبالتالي احنا في البداية لحتى الآن احنا انتجنا الميكروبات وضعناها في الفرمنتر، انتجتنا الانزيم. الآن احنا بدنا نحصل على الانزيم، فبنحصل عليه على الانزيم على شكل اللي هو داون ستريم بروسيسنج. داون ستريم بروسيسنج often require additional of material such as filter aid flocculant. flocculant اللي هي طبعا المواد، يعني احنا الانزيم موجود في الميدي او موجود في الوسط، موجود في الفرمنتر، بدنا نحصل عليه. وبالتالي هذه المواد بنضيف عليها مواد اخرى اللي هو الفلتر، ايش يا من فلترها او احنا بنحط عليها مواد. في الفيكولانت اللي هي مواد زي ما انتم ملاحظين تستعمل بكميات كبيرة جدا، زي ما اللي هي مادة الالومنيوم صلفيت. الالومنيوم صلفيت لو حطيناه على المواد زي ما انتم ملاحظين، في عندي ميديا هذه كبيرة جدا عكرة، بتستعمل في الماء طبعا. لو حطينا منها 200 400 600 800، بنلاحظ انه هذه الفليكولانت اللي هو الامونيوم صلفيت اخذت معها المواد هذه ورسبتها، وبالتالي حصلنا على محلول سائل. ممكن ايضا بواسطة البفر سولت اللي هي الاسيدز البيسز تو ادجست بي اتش. This material need to meet food safety. هذه كلياتها من أجل الحفاظ على اللي هو المواد اللي هي نخاوت أو نحصل على طعام آمن. Which are both for the regulatory and government. وطبعا احنا هذه الأشياء بتتحكم فيها الحكومة أو وزارة الصحة حتى تخلي اللي هو المواد الغذائية مواد آمنة. In addition, they need to compare to religious dietary restriction. طبعا في بعض المواد اللي احنا بنضيفها مواد اللي بتتحكم فيها حسب قوانين الدولة، أو زي مثلا بيكون القوانين اللي هي دينية أو اللي هي غذائية، زي إيش الميجر ماركت such as كاشير أو كوشير، تشيمز فري أند حلال. طبعا هل في مواد غذائية تعتبر حلال إحنا بنتناولها المسلمين، في مواد أخرى غير حلال نقدرش نتناولها بتناولوها الناس الآخر. في عندنا طبعا في ما يسمى تشاميدز، وهي أطعمة تحتوي على توابل مخمرات ممنوعة في عيد الفصح. في عيد الفصح اليهودي عند اليهود لا يجوز لهم إنهم يتناولوا الخميرة، فهم بينتجوا مواد أو في الخبز هذا بنسميه الخميز اللي هو بيستعمل في عيد الفصح. وعقوبة أكل الخميز هي عقوبة إلهية طبعا حسب المعتقدات الدينية اليهودية. طبعا احنا كمان عندنا في ديننا احنا بنستعملش المواد اللي هي اصلها كمان من ايش الخنزير، وهذه اللي عليها تمنع من تداول في اللي هو الاسواق.
طيب basic down stream processes، احنا عشان نفهم الاشياء هذه لازم احنا نعرف اللي هي اول شيء احنا fermentation، عملنا fermentation تخمير او كترنا اللي هو الميكروب. الميكروب في عنا له cell suspension، cell separation، بعد ما الميكروبات انتجتنا الانزيم نتخلص من الميكروبات، الميكروبات هذه على شكل خلايا نتخلص منها. بعديها السائل الاخر اللي هو بصير له عملية concentration تركيز، وبعديها formulation اللي هي عملية اللي هي انتاج. With exceptions of some liquid modifying enzyme, the majority of recombinant enzyme used in food processes are soluble in aqueous buffer. Modern microbial production strains are engineered to secrete soluble enzyme in media. معظم الانزيمات اللي احنا عملنا لها او الميكروبات اللي عملنا لها genetic modification او تعديل وراثي، احنا بنكون قاصدين احنا الانزيمات هذه تكون انتاجها بواسطة ميكروبات تكون دائبة في الأول في الوسط، وبالتالي حتى نحصل عليه في عملية انتاجنا. Where the enzyme accumulate during the fermentation at the most basic level, downstream process just need to remove the cells from the fermentation media. وهذا اللي حكينا عليه، انه بعد احنا ما ننتج كميات كبيرة من الانزيمات تكون افرزتها الميكروبات هذه في الوسط، احنا بنحتاج احنا نركز الانزيمات هذه، وبالتالي احنا لازم نتخلص من to remove the cells from fermentation، لازم نشيلها من الوسط and concentrate the resulting clarified filtrate، واحنا نركز الانزيم. The favorable middle fermentation, the largest state اللي هي feed batch fermentation زي ما حكينا قبل شوي، which take 10 to 2 to 10 days to complete. طبعا في الفرمنتر هذا في الاشياء اللي احنا فيها بنحتاج من يومين لعشرة ايام احنا نخلي الميكروبات في التانك الكبير هذا الفرمنتر، وبعديها نحصل على ايش؟ نحصل على الانزيم بكميات كبيرة وحتى ناخده من الوسط. دريم downstream process equipment is usually size such as broth can be processed in about 1 to 2 days. اللي هي عملية للتغذية الميكروبات تحتاج من يوم ليومين، وبعديها ايش بيك. طبعا الخطوة اللي بعديها اللي هي البيوريفيكيشن. احنا لحد الان انت في دراستنا انتجنا الميكروبات اللي بتنتج لنا انزيمات، الانزيمات هذه فرزها في الوسط، الوسط هذا من الركس بنصير عملية بعدها عملية البيوريفيكيشن، عملية اللي هو تصفية الانزيمات وجعلها بنقاوة عالية. If specification of enzyme product requires lower concentration of the non-enzyme component in the crude concentrated sum for purification is required. في بعض الأحيان نحن بناخذ على إنزيم مش لازم يكون في بعض الشوائب أو كميات شوائب قليلة. This can be as simple as polish filtration to remove colloidal practice the particles and bioverdin. Removal of salt and other primitive solids can be accomplished by diafiltration step to ultra filtration. طبعا في انواع من الفلتريشن سواء كان هو داي فلتريشن عادي او الترا فلتريشن، بمعنى اصح احنا الانزيم اللي احنا بدنا نستعمل بدنا نستخلصه بكميه نقيه لازم يكون باللي هو وسط داخل الفلتريشن. نون يو اف بيرميبل امبيوريتيز such as bio polymers or side activities can often be reduced by careful selection of condition during اللي هو used during cell separation. pH salt content one type means of additional addition to process have can achieve significant impact. If these measures are not sufficient to produce acceptable product, more specific purification process step are needed. هي the first choice bulk purification اللي هو method. This is the precipitation of the impurities. نحن نرسب العوالق اللي موجودة هذه أو الشوائب.
If soluble impurities can be introduced from solid phase, it can simply be removed by filtration. طبعا الفلتريشن هذه واحد من الوسائل اللي احنا نتخلص من الشوائب اللي موجودة مع الانزيم. The cleanest enzyme products are made by crystallization of enzyme. Crystallization of enzyme اللي هو عملية جعل الانزيمات على شكل بلورات أو بواسطة الكروماتوغرافي. إنها أفصل الإنزيم بواسطة الكريستاليزيشن أو بواسطة الكروماتوغرافي is another choice for making purified enzyme product. طبعا إحنا بعد ما خلصنا الإنزيم استخلصناه وعملنا له عمليات البيوريفيكيشن، في عندي حاجة اسمها sustainability اللي هي الاستدامة. sustainability or manufacturing or operation calls for all non product side stream to be used as a raw material in order in other process. The cell solid are inactivated by treatment of heat or chemical and are used as source of complex. لازم احنا نعطل الاشياء هذه بالحرارة او بواسطة البرد. او الالترا فلتريشن is the most cost effective way to concentrate enzyme solution, and ultrafiltration permits is typically rich in dissolved salt and microorganisms, micronutrients, which are welcome additive to biochemical treatment of wastewater. Methylene. The ultrafiltration أيضا can permit concentration by the reverse osmosis, RO. The result of reverse osmosis concentrate become source of complex nutrient in fermentation, the process and the RO permits reclaimed as a process of water. بعد ما يعني انتجنا الانزيم وعملنا له تنقية، بظل المراحل النهائية اللي هي enzyme formulation. الانزيم formulation اللي هي the final stage of enzyme production is product formulation, the resulting enzyme concentrate from the fermentation and downstream process is typically not capable of being utilized in food production. الانزيم في الحالة هذه على شكله اللي احنا انتجناه لا يستعمل في انتاج المواد الغذائية. The enzyme need to be provided in a form that is useful for each application. In general, these form are either sold or liquid. يعني الانزيم اللي احنا انتجناه من الفرمنتر لازم نوديه للجمهور او نوديه للناس اللي بيستعملوا الصناعات الغذائيه على اي شكل. الشكل ممكن يكون على شكل صلب او على شكل سائل. Not only does the enzyme need formulation for use on application, but formulation is also required to supply desired half اللي هو shelf life during storage. كمان انتاجنا او تحويلنا للانزيم على شكل سائل او على شكل صلب بيلو ضرورة في حكاية اللي هي الشلف لايف، قديش بده يعني بضله موجود او يخزن على الرف، يعني بمعنى اصح قديش بضله فعال الانزيم بعد احنا ما نخزنه في اللي هو في المحل او في المصنع. او انزيم بيلو تو يوز قبل عملية اللي هو قبل عملية الاستخدام. It is important that excipient and diluent utilized to product formulation are also acceptable in food product. كمان المواد اللي بدك تستعملها وتضيفها على الانزيم حتى يحصل ياخد شكله النهائي لازم تكون مقبولة من ناحية غذائية. Solid product formulation. Solid product formulation is in solid product formulation liquid enzyme considered X mixed with stabilizing excipients or diluent and then compared to a dry form. يعني بمعنى أصح هو في عندي الإنزيم هذا بدي أضيف له بعض المواد والبعض المواد هذه تتحوله أو تحوله لشكل اللي هو الفول. The drying process can also accomplish through a processing such as spray drying or encapsulation. يعني أنا حصلت على الإنزيم هذا بدي أحوله لجزء
من شكله السائل لشكله الصلب، يعني على شكل بودرة زي ما احنا بنعرف. وبالتالي الشكل هذا بوضح اللي هو عملية ما يعرف بالسبري دراينج. سبري دراينج انه انا باخذ الانزيم في المرحلة هذه على شكل سائل وضخه في منطقة في شامبر او في تانك، زي ما انتم ملاحظين اسمه دراينج شامبر. الضخ بيكون على شكل اللي هو سبري، يعني زي بخار. وبالتالي هي الانزيم اخذته ضخيته في منطقة فيها ايش، على شكل رذاذ او على شكل سائل قطرات، ولكن هنا في نفس الوقت بيدخل اللي هو دراينج غاز، غاز هواء او سخن. سخن هذا لانه الاوبتمايزر اللي اخذ السائل اللي اخذ الليكويد هذا اللي اخذ الانزيم هذا على شكل سائل تعرض لجو سخن جو ساخن، وبالتالي تحول لايش، تحول لا اللي هو دراي بريسبيتيت جفف، وحصلنا عليه على شكل بودرة. هيك بالطريقة هذه بنحصل على اللي هو الانزيم بشكل على شكل ايش، بودرة. طبعا الغاز اللي دخل هنا، الغاز اللي دخل هنا بيخرج من منطقة اخرى. اللي هو السبراي دراينج has been utilized for decades and still one of the most common production model for enzyme product. او في عنا حاجة اخرى اللي بنسميها احنا الفريز دراينج. الفريز دراينج اللي هو الجهاز ايضا بيمثل واحدة من الاجهزة الحديثة اللي احنا بنعطي الجهاز هذا، بنعطي له السوائل، السوائل هذه بيجففها ولكن بيحافظ على انه ما يصيرش فيها اي ضرر، لانه احنا بنحكي على انزيمات، والانزيمات ضرورية انه ما تتعرضش لحرارة عالية. وبالتالي بعملية الفريز دراينج بيحصل اللي شكله السائل الانزيم فيه سوائل، نحصل على شكل بودرة. في حاجة اسمها انكابسوليشن، نضيف مواد. لو كان في عندي مواد زي ما انتم ملاحظين هذه، ونضيف المواد هذه نحصل انه بناخذ الانزيم في داخل الكبسول، فبنسميها ايش، انكابسوليشن. طبعا الانزيمات ايضا موجودة عندنا متوفر اليوم، اللي هي انزيم تابلتس. Another useful delivery form to provide enzyme is in a tablet form. Tablet can offer many advantages. Enzyme can be incorporated into tablet from any of the form. Tablets thus provide consistent dose enzyme and other component compared to a blend. في خليط finally handling the and dosing tablet into application is far easier, less dusty and the clean component powder. طبعا نشوف الانزيمات اللي بنستعملها زي مثلا الرينيت، الرنين هذا المستعمل في صناعة الجبنة، بنشوفه على شكل اللي هو اقراص. الاقراص هذه طبعا كل 6 اقراص في واحدة من الاشياء هذه، وهذه تكون يعني واحدة من الانزيم جاهز ومركز ونقدر نستعمله لعلمي. Liquid product formulation، زي ما حكينا انه الانزيم can also utilize in a liquid form، ممكن يكون الانزيم على شكل سائل. This product can be challenging as they are more dynamic system compared to solid because of the presence of water، لان سائل الانزيم موجود في سائل. Stabilizer are used, liquid include common carbohydrates such as saccharose, dextrose, sugar, alcohol أو polyol زي الجليسرول. هذه طبعا كلها مضيفة على الانزيم لحتى يظلوا في شكل السائل. These excipients stabilize enzyme by maintaining a protein structure and therefore prevent denaturation، لمنع عملية الديناتوريشن. The liquid product formulation process is usually integrated with downstream production process. After the enzyme has been concentrated, the enzyme stabilized by adding followed by filtration process. The filtration process can carried out using standard filtration equipment such as rotary vacuum filter RFDF plate and firm frame depth filtration. The resulting product resulting transparent and commonly range from clear to amber
كولر في حالة بيكون اللون السلنزيمس على شكل كهرمان لون أو الأصفر. هذا هو الروتري فاكيوم درام فلتر الار في اف ده، في جهاز كبير جدا بيخلط فيه اللي هو الانزيم البلينز. البلينز اللي هي الماني برودكت ار يوزد فور ابلكيشن كونتين مور ذان وان انزيم اكتيفيتي. انزيم مانيفيكيشن كان برودوس ذيس بلينز ثرو كومبينيشن already formulated materials such as spray encapsulated or liquid in defined ratio for solid production blend. It's important that intermediate products are similar in size and density. The blending process can carried out in a verified quantity for liquid product typically carried out in batch process using a single tank with mixer present. It can also done continuously utilizing on inline mixing. It necessary filtration step can be employed post mixing. Solid product blend can be made in a variety of blending combinations اللي هي روبن بلندر زي اللي احنا شايفينه هذا في الصورة، بلاك شير ميكسر ناتيف اللي هو ميكسر او سوليد. بريزيرفاتيفز مواد حافظة احنا بنضيفها على الانزيم او سواء كان سوليد او كان اللي هو ليكويد. The most common preservatives utilizing for food application اللي هو microbial contamination are sodium benzoate او sodium sorbate. فهذه المادتين اللي احنا بنضيفهم للمحافظة على الانزيم بفعالية بيضلوا فعال. They both effective at low temperature at low pH and can control broad spectrum organism. Subsequently, all material that go into production food production such as enzyme need to be preservative free, and this can be a challenge for enzyme product. As long as solid products are produced from moisture, the like would any microbial fungal growth so is extremely low. وبالتالي إذا كنا إحنا على شكل البودرة بكون كمية الماء فيها قليلة، وبالتالي هي تعتبر من طرق حفظ إن نشيل نتخلص من الماء الموجود مع الإنزيم، لأن الميكروبات بتنتج وتكون أكثر في حالة اللي هو الرطوبة حتى إنتاج الإنزيم. Also more and more neutral preservatives are being developed that are effective at controlling microbial growth. These natural preservatives include certain plant extract or peptide that inhibit microbial or microbial growth. طبعا المواد الحافظة ممكن من أساسها تكون من النباتات اللي هو extract plant extract أو peptide اللي هدفها اللي هو عملية تطبيق الميكروبات ومنعها منهم. شكرا كثير لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.